في عيد الأب ما في خب ما في عيد أب شكله في عيد أب لو لا ما في في ما حد يدرى عنه صراحة. تعرف السلوق؟ السلوق نار على علام. أقول لك وإيش اسمك؟ واسمه اسمك أحمد جمعة. عاد الله أبا أعطي طيور. طيورة؟ السلام عليكم وياكم أحمد في برنامج وايش يقول. سؤال الحلقة اليوم: متى عيد الأب وبتودي له هدية لولا؟ شاركونا في التعليقات ولا تنسون تحطون لايك وسبسكرايب. تعرف متى عيد الأم؟ شهر فلاخ شكله. وديت هدية لعيد الأم؟ آه. وعيد الأب متى؟ عيد الأب هو عيد الأم كان له، بس ما في ناس يفتكرون في الأبو كله للأم. لا في ناس يفتكرون، يعني مو الكل يعني هداك، بس الأم عنده لأبو بعد. لا ما وديت. زين لوش ما وده؟ أنا بعده ما جاي عيد الأم. طاف لا طاف. طاف لأن كان في كارثة كورونا. ما وده. وعيد الأب. بعد ما وديت. والمثل الشعبي يقول أبو طبيع ما يجوز عن طبع. ما بتوده. من الكارثة لأن كارثة ما بتوده. بتجمع الفلو. لو ايش الناس يفتكرون بس بعيد الام وعيد الاب وما يفتكرون؟ يمكن لان الام هي اقرب للطفل او بتكون يعني، بس الابو بعد قريب. الابو يجيب وده وحط فلوس وهلا بعد، بس لكن الام ما ادري يعني الاغلبيه كذي يعني، بس الابو لا بعد يعني. الناس يتذكرون عيد الام ولا في عيد للابو. هذا شيء غلط، المفروض هي بعض في يوم واحد. على قد ما الأبو طاح ودست فأولادهم نبي لايكات. ما أدري إحنا نفتكر في العيدين يعني، نسويهم في نفس اليوم. نفس اليوم. آه. في ناس بس عيد الأم عندهم. عيد الأم هاي شيء راجع لهم. بس ما أشوف أن الأب له نقص بعد الأم. ويسوون عيد الأم والأبو هو اللي يجيب الهدية. آه. هذه المشكلة يعني، هم متضرر وبعد شرط الأبو ساعات الأولاد هم بعد يتصرفون يعني، مو شرط بس الأبو هو اللي يجي. لا لو لأن أبوي ما جاء، ما ودانا أبوي نشتري ذيها لأن كورونا. لا بتود السنة الجاية بتود. المثل يقول تجيك التهايم وانت نايم. ما اتذكر لكن ممكن. يوم ابوك لو يجي عيد الاب تودي لابوك؟ اي اودي. اي هو ازيد واحد يستاهل، الام يستاهل الام لو الابو؟ مثل الشيء. مفروض يعني يوم واحد عجل لو عيد ام وعيد اب. نجمعهم ويا بعض. يضربك ابو؟ شوي. كيف؟ ايه. بس شوي. ايه. خافة؟ ما تخاف من الضار؟ لا. جامري؟ ايه. عيد الأب وديت لي. متى؟ زمان آخر عيد الأم في يوم عيد الأم. زين عيد الأب الحين شهر 6 هذا الشهر، ودي لي شي؟ ايه. شو بتودي؟ أعطي أي شي يعني. ولا كلام حلو يعني، ما يحتاج تعطيه فلوس، هو اللي يعطيك الفلوس ترد تعطيه فلوس. لا ما بعطيه فلوس، ابى اعطيه طيور. طيوره؟ ايه انه يحب الطيور. المثل الشعبي يقول خبز خبزت اكله. انت عندك طيور؟ لا بشتري له. ضر يضربك؟ ايه ما يضربك. قول له كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. ودي في عيد ميلادها. وعيد الأم. الأم وده بعد. والأبو تودي لأبوك هدية؟ ما أدري لا. لو إيش ما تودي لأبوك هدية؟ يستاهل. عنده بيزات واجد. بس لعيد الأم. إيه. زين قسمهم بالنص لعيد الأم ولعيد الأبو. نسويها. ولا تنسون سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات، يعطيكم العافية. والله شوف هذا السوشيال ميديا هي اللي جابت لنا هالسوالف، هذه التواريخ والاشياء وعيد الحب والفالنتاين والمدوه، هذه هي اللي جابتها. احنا من قبل ما عندنا هاي السوالف. بس الاب يعني يستاهل عيد نفس عيد الام، او على الاقل ويا بعض اثنينهم في يوم.
يعني انت الحين في عيد الام تدفع فلوس عشان واش يجيبون هدية للام وانت ما يلك شيء. فالافضل يعني انه في نفس اليوم يعني الواحد عنده مشاعر يعني كل اكيد عندك ارتاح نفسيا يعني لما انا بودون جهالي بودون الى امهم هدية برتاح نفسيا ولو ان انا اللي بدفعها يعني بعتبر انا اللي قاعد ادفعها. بس لو جاك كروس جيجاير هدية هذا بعد شيء بعد ولو انه ما بصير يعني لكن بعد بس تانس اكيد ما في في بس ما تعرفون الا عيد الام. اي مو الامام علي عيد لا تقعد تهر لا تقعد تهر وهذا شهر 6 والمولد محمد متى عيد الام؟ ما ادري ليش ما تجيبون هديه للاب وتجيبون بس للام؟ احنا في عيد الام في عيد الام نحتفل اثنين ويا بعض تقدر نجمع عليهم هدايا نعطيهم. انت بعد الحين بلك هديه انا اعطيك هديه شان استاهل على هالفشيلات استاهل يعطيك العافيه الله يعافيك. انزين محمد عطنا موقف صار ويا ابوك مره ضربك مرات ما تخاف لا الحين صار زين ما يضرب على قولة المثل اذا طاح الجمل كثرة سكاكين. كبرت انت بعد سالفه لا قبل يوم احنا صغار كان يضربنا الحين اخواني ما يضربهم ما ادري لوين. وانتم بعد قولوا لنا متى اخر مره ابوكم ضربكم ولا تنسون تكتبون لنا تهنئه بمناسبه عيد الاب. الحين في قوانين جديدة المدارس الحين بلا الحين بعد الطفل لازم حقوق الطفل الجديدة على أيامك ما في حقوق ايه احنا تربينا عصاية يلا مو مشكلة صرت رجال ايه الحمد لله الله يحفظ وياك ان شاء الله. عيد الاب ما فيه هو عيد الاب ياكل احنا نعطي نجيب مع ابونا شيء زين. في عيد الام ودون هدية للام يعني اولادك ودون لامهم بس ما يجيبون له فقط انت حين من عندك الفلوس ما يجيبون لكم. اخر مره بنت العوده اخذت هديه لامها وجابت لي بعدنا هديه يعني تذكروك بعد تذكروني وش سويت. يلا مو مشكله بعد لازم انت تصبر وهذا كل جنه بعد ما تدري يمكن على بوزك في الجنه وبعد اكيد على بوز الجنه اكيد يعني لا بد منه يعني. عطنا موقف يا ابو مره ضرب استحمق عليك شيء كذي صار موقف يا ابوي شوف عندك هذا هني البحر ابوي خب من البحر حير في الكربابات فمن الظهر نرجع من المدرسه عند كل شيء اوكي دش البحر اهم شيء دش البحر فندش البحر امي تلحق ورانا شلخنا يعني ابوي يقول اوكي ابوي كل شيء افيلبل اوكي بس الأم ما ترضى. أما موقف إن الأبو ضربنا ما كان عندنا استاهل هدية يعني استاهل لا ما في في عيد أب أنا اللي أقول لك هالشهر في عيد أب روح بحث في جوجل بتشوف إن في عيد أب وجيب لأبوك هدية يستاهل مو مشكلة بنبحث. عيد الأم جبت لأمك هدية في عيد الأم؟ لا يعني وايش اسمه ما تتذكر لا عيد الام ولا عيد الاب اذا تزوجت بتتذكر عيد الحب غصبا عنك. انا لو بيدي الاعياد كلهم كنسلتهم ما خليت ولا عيد بس عيد الفطر وعيد الاضحى يعني الاعياد اللي هذا وعيد الام. عيد الام مو كل سنه كل 5 سنوات مره المفروض قاعد تشكل على كيفك يعني. اي بعد وين عجل كل يوم عيد عيد الحب وعيد الفراق والمثل الشعبي يقول ابو طبع ما يجوز عن طبع. خلصت لفه اخير خلصت تالي يقولون مفلسي تموت عنها يقول ما يخالف يورثونها اولادك. والله يعني هذا احنا ما سمعنا عيد الاب من قبل ما سمعنا بس عيد الام اي بس عيد الام سمعنا عنه. لو ايش ما يستاهل الاب يعني لا الاب هو اللي يشتغل وهو اللي يطلع من الصبح ما يرجع الا نص الليل هو اللي يجيب البيزات زينه والباقي يجون ياكلون على بارز مبرز الام بالاولاد وما يجيبون الاهل يعني ما اشوف يعني احد يقول لي يعني بنسوي لك عيد يوم من الايام
ما اشوف يعني هالشيء صاير. كل يوم سمع اقول كل عام والابوه كلهم بخير. كل عام والابوه كلهم بخير وبسلامه وبصحه وبعافيه، والله يبعد عنا هذا الوباء الطاحن. على قد ما الابوه يطرشون صباح الخير في جروباتهم، سووا شير لهم في جروباتهم. والله هو لا هو المفروض اللي يصير ان الناس توصل لهم العيد يعني عرف؟ يعني مثلا اليوم عيد مع سيمي ثلاث فلازم سوى حق الأب شيء زين، هذا شهادة بحكم ان الناس بتعرف عليها اليوم هذا. وشغلة ثانية عندك، مو لازم يكون في عيد أم عشان انا احترم امي ولا احترم ابي ولا اعطيها الشيء اللي تبغيه. طول السنة لازم اكون اياها عقلتهم قدر المستطاع ان انا ما اقصر اياهم فشي عرف، سواء بكل شيء يعني. بالاخير هم اللي جابونا، هم اللي ربونا، هم اللي عطونا، الحمد لله رب العالمين حوصلنا هالمستوى هذا. هو يا اخوك نبو نسويه بس كورونا لا كنسل علينا يعني سنين الحين. سنين قبل كورونا ما عرفتك. انا 2000 نخطط يوم جل 2020 نبو نسوي المخطط جل كورونا. سوي له جزيرة. وش نسوي بعد؟ ان شاء الله في السنوات الجاية بدون كورونا ان شاء الله نسوي عيد الابو. مثل الشعب يقول يبغى يكحلها عماها. لا والله ما في عيد. ليش ما في عيد؟ والله ما ادري يعني ما اشوف احد يحتفل بعيد الابي يعني. عيد الأم إذا جابوا لها هدية من عيد منه الفلو بس تكون من عند الأبو، حتى الأولاد مثلا إذا جابوا يعني معظمهم عند الأبو يعني الصيف هو ما إلى عيد لو والله ما يندرى هلا صاير يعني أشوف ما حد يحتفل بعيد الأبو. بس أنا أولادي صراع عيد العمال يجيبون لي هدايا يعني. عيد العمال هذا شيء يعني الأبو لا يفرق يعني. يفرق يعني عيد العمال هذا العمال كلهم. لا أكيد يعني في فرق واجد. عيد العمال يعني الجميع يعني مو لا مثلا نفس العيد الام محدد للبعض للابو او هذا، اي فرق يعني واجد.